وش لازم تعرف كي تجي تروح تسافر وانت معاق على كرسي متحرك؟ الحاجة الأولى هي عندما تشتري تذكرة ما تنساش تقول لهم يحطوا بلي انت شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، هكذا بشي يقراو حذرهم في المطار الجزائر والمطار اللي راح تسافر للبلد الآخر. الحاجة الثانية وهي 48 ساعة قبل الرحلة ديالك ننصحك تروح للمطار إلى عندك كرسي متحرك كهربائي تديه معك للمطار، تروح فوقه يعني توريه اللاباف، هما يقولوا لك لا تقدر تسافر به ولا لا لا. وعلاش راني نعطيك في هذه النصيحة؟ لأنه بطاريات الكراسي المتحركة كاين اللي تقدر تطلع في الطائرة وكاين اللي ما تطلعش، كاين دو سورت دو باتري، كاين لي باتري ساش و لي باتري اللي دير لهم لوديستيلي، وقت كدير لهم لوديستيلي ما يقبلوهمش في الطائرة، دونك il vaut mieux تديها تروح بها للمطار ويشوفها البوليسي تاع الجمارك تما في المطار. إلى قال لك إيه اللهم بارك، إلى قال لك لا لا تدي الكرسي المتحرك اليدوي. ثالث حاجة هي نهار تروح تسافر، الحمد لله لحقت للمطار، تروح دير لو تشيكين تاعك. ليتيكات كما تعرفوا كاين دي زيتيكات يلصقوهم فوق لو باجاج، كاين ايتيكات واحدة اخرى يلصقوها لك فوق الشريطة ديالك فوق الكرسي المتحرك ديالك باش كي تلحق للبلد الاخر يجيبوها لك ديراكتوم. ومن بعد هاديك مور ما يلصقو لك ليتيكات يجيك واحد الموظف يديك لواحد المكتب وين لازم الشخص اللي راح يرافقك يمضي على واحد الورقة بأنه راح يستكلف بك مدى الرحلة في الطائرة، لأنه ما عندهمش موظفين يقدروا يجيو معك في الطائرة وقت الرحلة، دونك لازم يكون معك واحد اللي يرافقك في الرحلة دو بريفيرونس. رابع حاجة المضيف نفس المضيف هو اللي راح يديك لاباف، هو اللي راح يجوزك على لادوان، وهو اللي يديك لابورت دومباكمون، دونك هادشي ما تخافوش ما تقولوش باش نطلع السلالم كاش ندير ما نعرفش وين كيفاش. والحاجة المليحة في هادية ما ديروش لاشان مع المسافرين الاخرين، جوزو اون بريوريتي حتى لابورت دومباركمون. نفس المضيف اللي يديك لابورت دومباركمون هو اللي يستكلف بك يدخلك للطائرة في وقت الرحلة، وقت اللي تطلعوا فيه للطائرة. خامس حاجة هو الدخول للطائرة أو الحق وقت السفر ديالكم، يجي هذاك المضيف يجوزك على غيشوتي يشوف لي باسبور تاعك ولي بي تاعك، من بعد يديك بالكرسي ديالك لباب الطائرة لتما يصرا كيفاش نقولها كيفاش نفهمها لك، يبدلوا لك كرسي اخر، لانه الكرسي المتحرك ديالك لعلمك ما يدخلش للطائره وما يقدرش يجوز في الكولوار هذاك بين الكراسي تاع الطائره، دونك يجيبوا لك واحد الكرسي سبيسياليزي صغير عند روادي صغار يحطوك فوقه، يبدلوك من الكرسي ديالك للكرسي هذاك، يدخلوك للطائره المكان اللي عطوه لك يعطوه لك كده لو تشيكين تاعك،
للمكان ديالك تقدر تختار وين راك حاب تقعد. لازم برك تكون انت الاول في التشاكين، لانه جينيرالمون لي بلاص يخيروا لي ميور بلاص الاولين اللي يلحقوا، دائما يخيروا قدام لي بلو. دونك الا تحب تقعد قدام لي بلو لازم تكون انت الاول في لو تشاكين وتخير. راك لحقت البلد الاخر، دير في بالك لازم تزيد تصبر، لانه المسافرين قال لازم هما يهبطوا الاوائل. من بعد لو شاف ديسكال اللي جا معاكم في السفر هذاك يروح يزقي المضيف واحد اخر، يجيب هاديك لاشاز غولونت يحطوك فوقها ويخرجوك، وكي تلحق الباب تاع الطائره تلقى الكرسي المتحرك ديالك يستناك تما، يحطوك فوق لاشاز ديالك. المضيف هذاك تاع هذاك البلد هو يمشيك يجوزك على لاباف، يديك وين تروح تجيب البضاعة الباجاج ديالك، ويخرجك للباب الباب المطار. ومن تم الوالد ديالك ولا الاخ ديالك ولا الصديق ديالك يكمل يستكرف بيك وراك سافرت والحمد لله. عندي برك نصيحة واحدة للمشاهدين ديالي اللي عندهم اعاقة حركية، كي تروحوا ديروا لو تشيكينغ ديالكم كما قلت لكم مقبل تقدروا ديمونديو لا بلاص اللي تحبوا. عندي نصيحه واحده، اذا عندكم صعوبات في المشي، لان كل اعاقه وصعوبات ديالها، اذا عندكم صعوبات في المشي نصحكم تطلبوا المكان القريب على المرحاض، لانه كاين سفر من سفر على حساب الوقت اللي يدي. كاين سفر اللي يدي ساعة ونص، كاين سفر اللي يدي 4 سوايع 5 سوايع 8 سوايع 12 ساعة. دونك ما تنساوش هاد لو ديطاي، وان شاء الله هاد اللي حكيت عليه دوكا ينفع المعاقين اللي حابين يسافروا ودارين في بالهم باللي ما يقدروش، وينفع العائلات ديالهم والاصدقاء ديالهم. دونك كل معاق حركي يقدر يسافر عبر الطائرة، و سا ديبون لو دوغري تاع لونديكاب، سا ديبون لو دوغري تاع لونديكاب. كاين معاقين يقدروا يسافروا وحدهم لأنو عندهم العضلات في الأيدي ديالهم يقدروا يمشيو الكرسي المتحرك ديالهم. كاين معاقين لازم لهم دائما واحد. دونك انا درت لكم نظره شامله على كيفاش توجد السفر ديالك عبر المطار. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش تابونيو، ديروا جام وديروا لا كلوش دو نوتيفيكاسيون الى راكو حابين ندير فيديو واحد اخرى، وخليوا لي كومونتير الى راكو حابين نزيد نهضر على حاجه واحده اخرى. سلام.